وعشاق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي. قسم التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة للمملكة المغربية يقدم مجيدة. مجيدة تمثيلية اجتماعية في حلقات، أعدها للإذاعة دغمي حكم، إخراج حماد التونسي. الحلقة العاشرة. مرحبا بكم في قناة محبي مسلسلات إذاعية مغربية. راني خليتك الغداء فوق المائدة، باغية شي حاجة أخرى؟ كنزة، أنا ما جيتش من أجل الماكلة، أنتي راكي عارفاني على جيت. بلا شك راكي فرحانة وناشطة مع راسك من بعد ما نفدتي الشي اللي بغيتي وفستي عليا الحفلة العرس ديالي. أنتي اللي نغصتي على الحياة ملي نزلتي رجلك هنا. وعلاش؟ لأنك خديتي المكان ديال السيدة مجيدة. ولكن أنا ما غيرت حتى حاجة، كل شي بقى كما كيتمشى كما كان. من قبل عمرني ما عطيت شي أمر، خليت كل شي ما بين يديك. كنت كنتمنى نكونوا أصدقاء، ولكن انتي من النهار الأول فاش شفتك شعرت أنك ضدي وضد هاد الأمنية اللي كنت كنتمنى. كتكرهيني، واش ما عنديش الحق نتزوج بحميد ونعيشوا أنا وياه في سعادة بحال جميع الناس؟ السعادة، ولكن سي حميد ماشي سعيد، مازال كيعيش في الهم والقدر اللي تسلط عليه من بعد الموت ديال مجيدة، وغادي يبقى هكذاك إلى الأبد. ها، وباش تشفي فيا اقترحتي عليا نلبس ديك الكسوة، ومقصدك كله هو تنغصي عليه حياته وتعذبيه وأنا معاه. أش من ربح عندك في هاد الشي؟ وعلاش غادي نهتم لألامه وهو عمره ما اهتم لألامي أبدا؟ وانتي واش كتظنيني نتحمل الكلاس ديالك في محلها؟ تتمشي في طريقها؟ تستعملي الأشياء اللي كانت كتستعملها؟ تجلسي على مكتبها وتكتبي رسائلك بقلامها؟ واش كتظني أنني قادرة نتحملهم كيناديو عليك بالسيدة حميد في الوقت اللي السيدة حميد الحقيقية واللي كنحبها أكثر من نفسي راخدة في القبر؟ حميد إلا كان كيتعذب الآن وكيتألم يستاهل، بل يستحق يتمحق من الوجود، لأنه ما عنده قلب، ما عنده عاطفة، مزروب مسكين. ماتت العزيزة الغالية مجيدة، دازت 10 شهور تزوج بنيتها الصغيرة اسمها سلوى. بغيت اللي همومه، ولكن نسى أنه خلق النفس جهنم الحياة اللي غادي يبقى فيها غارق إلى الأبد الأبدين. نسى أن مجيدة ولو أنها في القبر راها كتشوفه وكتراقبه، كتنزل عليه اللعنة ليل ونهار، لأنها مرضياش عليه هنا ويحتقرها برد السرعة. مجيدة الله يرحمها كانت جميلة شجاعة وفيها روح الرجال. كنت كنعتني بها بحال شي صبية. كنزة، من الأفضل توقفي عند هذا الحد وتمشي في حالك لبيتك. نمشي في حالي لبيتي، أمرتني لالا باش من الأفضل نمشي في حالي لبيتي، ومن بعد تمشي لعند السي حميد وتقولي له أن كنزة سمعت لي من مقي خيارو كما فعلتي النهار اللي شفتي السي كمال هنا. ولكن أنا كاع ما خبرته بكمال. وشكون اللي خبره؟ ما كان حد هنا، وحتى من حمد كان غايب مشى للبريد. من ديك الساعة قررت نلقى اللي كنتي وهو درت لي عمركم ما تنساوه. وشنو كاين همو إلا كان جا عندي كمال؟ وهو الريحة اللي بقات لي من لالا مجيدة الله يرحمها، مازال كيغير منه، انسى أنها بنت عمه. كنزة يكفي بركة. وشكون انتي حتى نسمع كلامك؟ عمرك لا كنتي في المرتبة ديالها. السيدة مجيدة مازال هي السيدة الحقيقية وخمتت، وانتي الله شبح خيال. انتي هي المنسية اللي ما بغيك حد هنا، انتي اللي كيخصك تزولي من الطريق. علاش اللي ما تحاولي شي تخوي هاد المكان وتدرق علينا وجهك؟ علاش؟ راه حتى واحد ما كيحملك هنا، حتى حميد، لأنه عمر ما يقدر ينساها. باغي يعيش وحده من جديد معها هي. انتي اللي كيخصك قربي، قربي للسرجم. علاش اللي ما ترميشي نفسك منه وترتاحي؟ شنو؟ ما تخافيش، ما تخافيش، منين دفعك؟
انت اللي كيخصك تسيبي راسك. شنو هي المنفعه من الوجود ديالك هنا؟ انت ماشي سعيده وما في حياتك حتى حاجه مهمه اللي كيخصك تعيشي من اجلها. الا عملتي بنصيحتي غادي ترتاحي من الالام والعذاب اللي حيط بيك. جربي. اش هذا؟ اش وقع؟ حمد. عمر. حمد بقي مرجع؟ لا لا لا، جا دغيا وعاود خرج. ما عرفتي شي اللي مشى؟ مشى لجهه البحر. وليش؟ واحد المركب ديال النزهه صدم بالحجر ديال الشاطئ ومشى باش يعرف شنو وقع تما. على ما سمعتي شي سياره الاسعاف؟ اه طيب قل لهم يوجدوا لي واحد الكاس ديال القهوه. واخا لالا ياك لاباس، شفتك بحالنا ماشي على خاطرك. لا لا لا، غير كنشرب شويه ديال الحراره. حقيقه نهار اليوم صغر شويه، محتاجه لشي حاجه اخرى من غير القهوه. لا بغيت غير كاس ديال القهوه. واخا لالا هو الاول. مساء الخير. مساء الخير سي علي. احمد جيب لي حتى انا كاس ديال القهوه. حاضر سي علي. اش هاد الشيء اللي وقع في البحر؟ من شط البحر جيت، مركب ديال النزهام داك الشيء رفيع اصطدم بالصخور ديال الشاطئ. والركب اللي فيه لاباس؟ لاباس، نجاو كلهم ما عدا زوج هزوهم للمشفى في حاله غيبوبه، ولكن المشكل هو ان الغطاس لما نزل لقاع البحر باش يبحث اسباب الحادث وجد المركب اللي كانت غرقات فيه مجيده، وفي قلب منه جثه بقاو فيها غير العظم. ولكن مجيده نهار اللي غرقات كانت بوحديها، ومن بعد شهرين سيبها البحر في الماديه. ديال من هاد الجثه اللي توجدت في المركب؟ حتى انا بحالك كنتسال. الو شكون؟ هذا مصطفى قاضي التحقيق. اهلا وسهلا بالاستاذ مصطفى. عندك شي معلومات على الجثه اللي توجدت في المركب؟ ما عندي حتى معلومات، اللي كنعرف ان مجيده كانت بوحدها في المركب. ما يمكنش تكون خطأتي في معرفه الجثه اللي رماها البحر في شاطئ مهديه. يمكن نكون على خطا، يمكن نكون على صواب. على كل حال غدا ان شاء الله في 8 ديال الصباح غادي نشرف انا والقبطان محمود والمفتش نجيب على اخراج المركب من البحر، والحضور ديالك راه هو ضروري ومؤكد. حاضر حاضر. مصيبه هذه، فضيحه هذه. اش من مصيبه؟ اش من فضيحه يا حميد؟ مالك مضطرب؟ مضطرب؟ انا مضطرب. معلوم مضطرب، خايف من شي حاجه؟ لا لا والو، غير غير ياش. قل يا حميد ما تخبيش عليا، راني زوجتك ومستعده نضحي بحياتي في سبيلك. اشنو هو اللي مقلقك؟ يمكن لي نعاونك، يمكن لي نفوج عليك. حميد راني كنحس بنفسي نضجت وتعلمت اشياء كثيره اللي تجعلني نكون في مستوى المسؤوليه. لكن فات الفوت يا سلوى. ما تقولش هاد الكلام، حنا عاد بدينا. ولكن وقع اللي وقع وانتهى الامر. اش كتقصد؟ كنقصد الشيء اللي كنت دائما كنتنبأ به، الشيء اللي كنت كنحلم به يوم بعد يوم وليله بعد ليله. حنا ما خلقيناش باش نساعدوا بعضنا. اش كتبغي تقول يا حميد؟ مجيدة انتصرت. مجيدة انتصرت؟ ايه يا سلوى، مجيدة انتصرت. شبحها وقف بيني وبينك، كيبعدنا على بعضنا. كيفاش نقدر نقرب لك والخوف مازال مسيطر على قلبي؟ مازال الى الان كنتذكر منظر ديال عينيها قبل ما تموت. كانت كتبتسم. كنت عارف بلي هاد الشيء غادي يوقع طال الزمان ولا قصار. قالت بانها غادي تكون هي المنتصره في النهايه، وبالفعل انتصرت. اذا انت الان كتفكر في الجثه اللي وجد الغطاس في المركب ديالك؟ وفاش عندي نفكر الا ما فكرش في هذه المصيبه؟ واش معنى هذا ان مجيده ما كانتش بوحدها في المركب وانت باغي تعرف شكون هو الشخص؟ لا لا لا، مازال ما عرفتش شنو كنقصد. فهمني، وضح لي يا حميد. مجيده ما كان معها حد في المركب، كانت وحدها، والجثه اللي توجدت في المركب هي الجثه ديال مجيده. ما يمكنش. الجثه اللي سيبها البحر في شاطئ مهديه وعيطوا عليها حتى شفتها وشهدت بانها زوجتي ودفنتها، ماشي هي الجثه ديال مجيده، هي فقط جثه مجهوله ما طلبها حد ما عرفها حد. مجيده ما غرقتش يا سلوى، انا اللي غرقتها. اشنو؟
انت اللي غرقتيها؟ ما يمكنش، انت حميد الرجل الطيب الهادئ تعمل هاد العملة؟ كنت مضطر، خفت على السمعة ديالي، خفت من اقوال الناس. ما فهمتش. لا لا لا، ما فهمتش. نفهمك. ايه، مرت الان سنة على هذه القضية، مازال كان عقل على ديك الليلة المشؤومة، والسبب هو الشك. الشك قبحه الله. دخلت عليها البيت ديال البحر اللي كانت غضبانة فيه مع جواية السعود الليل تقريبا، وطلبت منها باش تلعن الشيطان وترجع معايا للدار، وعبرت لها لأنني غلطت في حقها، وأنني ما بقيتش كنشك في طهارتها، وعفى الله عما سلف. لكن فعوض ما تقابل كلامي بالخير، ثارت وجاوبتني بكلام اللي جعلني نتور من جديد، وفقد أعصابي لدرجة أنني ما شعرش كيفاش حتى نزلت يدي على واحد حديدها وسيبتها عليها. ونساعة جاتها في الراس ومس. أنا ما كانش في نيتي، أنا بدل نقتلها، أنا ماشي مجرم، الإجرام ماشي طبعي، الإجرام ماشي بأصلي، أنا بريء، بريء. كان قصدي شريف، كانت نيتي حسنة، كنت باغي نصلح ذات البين بيني وبينها. مرحبا بكم في قناة محبي مسلسلات إذاعية مغربية. ما تحكمش في أعصابي، اليد الخفيفة وما تعمل. وشنو عملتي من بعد؟ إلى اللقاء معكم في الحلقة القادمة بحول الله.